البنت الجميلة والرجل القبيح، حكاية من التراث الفرنسي. أرجوك سامحيني يا ابنتي. والدي، لا تقل ذلك، لا داعي للقلق علي. للمرة 17 يعتذر والد بيلي لابنته منذ أن دخلوا الغابة المهجورة. لو لم أفعلها. حدث ذلك قبل 3 أيام. لقد دخلها والد بيلي بعد أن فقد طريقه بسبب عاصفة ثلجية هوجاء. وبعد أن تجول في الغابة المجهولة وصل إلى قصر مهجور. كان المكان غريبا، كان الجو في الخارج باردا، وفي داخل القصر كان الجو دافئا حيث الزهور الجميلة. لم يصدق والد بيلي ما شاهدته عيناه، فقد سحره جمال الورود المورقة وبهجتها. لقد تذكرت، لقد طلبت ابنتي أن أجيب لها بعض الورود. ولكن اقتطاف والد بيلي للورود أزعج ساكن القصر القبيح. أنت مذنب لأنك اقتطفت زهوري الجميلة في الوقت الذي أنقذت فيه حياتك من موت محقق. إذا أردت أن تنقذ حياتك عليك أن تجلب ابنتك إلي، وإلا قتلتك في الحال. بيلي، أفضل أن أموت على أن أراك تضحين بحياتك من أجل هذا القبيح. كلا يا أبتي، حدث هذا بسببي. لو لم أطلب الزهور لما حدث ما حدث. أبي، أرجوك لا تقلق. واضطر الوالد أخيرا على الرضوخ لطلب ابنته، وكان الفراق قاسيا. سامحيني يا ابنتي. السلامة يا أبي. مع السلامة يا ابنتي. وهكذا فارقت بيلي والدها. وعندما استعادت البنت الجميلة وعيها وجدت نفسها في قصر ضخم بهي لم ترى مثله من قبل. مرحبا بك في قصري يا بيلي. لقد عشت وحيدا طوال الوقت في هذا القصر. كيف حالك يا سيدي؟ أرجوك أن تسامح والدي لاقتطافه الوردة من حديقتك. يا لها من موسيقى جميلة عذبة. شكرا لك، أنت أجمل من الموسيقى يا بيلي. اذهبي إلى غرفتي. وهكذا بدأت حياة بيلي في القصر مع القبيح. اطلبي ما تشائين وسوف تلبى جميع طلباتك ورغباتك. هكذا وبكل احترام خاطب القبيح بيلي. بالرغم من ذلك كانت بيلي تعيسة، وكانت تفكر دوما بوالدها. لم تكن بيلي تشاهد القبيح إلا وقت تناول الطعام. لقد كانت هناك شمعة واحدة لبيلي، وكان القبيح يتناول طعامه في الظلام كي لا تراه بيلي وتفزع من شكله. وكان القبيح أيضا يتكلم بصوت منخفض جدا. بيلي، أرجوك تزوجيني.
وكانت بيلي تسأله: وإذا رفضت الزواج هل ستقتل أبي؟ كان القبيح يتألم من سؤال بيلي، ولكن سؤالها لم يمنعه من أن يسألها ثانية وثالثة ورابعة. وفي يوم من الأيام، يجب أن أعالجك. هيا أسرع أسرع. ولكن يجب قبيح، قبيحة جدا. لا يهم. غريب حقا، لم تلاحظ بيلي قباحة يده، ولا تدري لماذا لم تلاحظ ذلك. وفي يوم من الأيام تمرض والد بيلي وأشرف على الموت. ابنتي، كم أود أن أراك قبل أن أموت. وعكست المرآة لبيلي حالة والدها المريض والمشرف على الموت. والدي مريض. أعرف ذلك، وإذا رآك سوف يشفى. حقا؟ إذن هل ستسمح لي بزيارة أبي؟ ولكن بشرط أن تعودي بعد أسبوع. أسبوع؟ حسنا، أعدك أعدك. هذا وعد يا بيلي، ووعد الحر دين. أنا أحتاجك يا عزيزتي كما يحتاج إليك والدك تماما، وإذا لم تعودي فسوف أموت من شدة الحزن. لا تنسي. أبي ابنتي. وكما قال القبيح، حالما أبصر الأب ابنته ذهب عنه المرض وشفي في الحال، واحتفلوا بهذه المناسبة وقضت بيلي وقتا جميلا. ابنتي ابنتي ابنتي. وشرف الأسبوع على الانتهاء، ولم تعد بيلي كما وعدت القبيح. بيلي، أين أنت يا حبيبتي؟ إن الفراق يعذبني. بيلي بيلي بيلي. يجب أن أعود إلى الغابة يا أبي. ابنتي، لا تعودي إلى ذلك المكان الحقير، أرجوك. ماذا أفعل يا أبي؟ إذا لم أفي بوعدي سيموت. أبي، مع السلامة. بالي، أرجوك يا ولدي بالي، أرجوك انتظري بالي. بينما كانت بيلي تقطع المسافة على ظهر حصانها، سألت نفسها: لماذا هي هكذا مهتمة بشأن هذا القبيح؟ لماذا تريد العودة بسرعة إليه؟ في هذه اللحظة شعرت بيلي بأنها تحب القبيح. سيدي 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 سيدي، لا تمت أرجوك، لا تمت، أنا أحبك أرجوك، لا تمت، أنا أحبك أحبك، لا تمت لا تمت، أرجوك أرجوك أرجوك، أنا أحبك. وحدث شيء غريب. شيء غريب. لم يكن القبيح سوى أمير وسيم
حكمت عليه الظروف وبتأثير من امرأة مشعوذة أن يتحول إلى إنسان قبيح، ولن يتغير شكل القبيح إلا إذا أحبته بنت جميلة. نستخلص من هذه الحكاية الغريبة حكمة رائعة، هي أن الجمال ليس بالشكل وإنما بجمال الروح.